صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما تبت من المنهج التكفيري أصبحوا يعادونني، وآخر ما فعلوه حاولوا التعدي علي وعلى والدتي، فأخبرت الجهات المختصة فلم يحصل إلى الآن أي شيء، ووالدي الآن يريد أن يخرجني من الرياض وأن يقطعني عن دراستي، علما يا سماحة الوالد أني الآن خاطب وأصبحت مؤذنا، فما رأيكم في أن أفعل؟ وكذلك المجتمع أصبح يتهرب مني ولا يريد الجلوس معي، فما هو الفعل الصحيح الذي أفعله؟ عليك بالصبر والاحتساب وملازمة دروس العلم وملازمة صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين، وإن شاء الله أن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، وما أظن أنك ما تجد أحد من أهل الخير تجلس معهم وتصاحبهم. أهل الخير كثيرون موجودون ولله الحمد، ويرغبون التائب في التوبة ويساعدونه على التوبة، إنما إن كان هنا أحد ينفر فهم أهل الشر، وهؤلاء لا عبرة بهم ولا نظر إليهم. نعم.